لكم عاوتاني. واحد المثل المغربي كيقول بعد من دمك الله يطلعك. هذا المثل هذا عنده واحد البعد سلبي. وباش نصحوا هذه النظره هذه غادي ناخذوا اراء مواطنين واش فعلا هذا المثل في المحل ديالو ولا العكس عنده نتائج عكسيه، ان في المعاملات التجاريه السالف ولا الزواج ولا مثلا الاستشاره بالاقارب ولا صله الرحم، ما ان الاسلام ديالنا كيحثنا على صله الرحم والانسان يبر بالاقارب ديالو، يعني اولى الناس ليه واقرب الناس ليه. يعني نشوفوا هاد نشوفوا المواطن المغربي شنو غادي يقول، ويلا هو معنا نكتشفوا مع ميكرو الشعب شنو غادي يقول المواطن. يلا هو معنا. المثل المغربي اللي كيقول بعد من دمك لا يطلعك. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كنبارك الأمة المغربية لهذه العواشر هذه وشهر رمضان إن شاء الله المقبل. هذا مثال خاطئ كما بزاف ديال الأمثلة هي خاطئة، لأن مثال اللي كيفرق بين العائلة. والله سبحانه وتعالى كيوصينا باش نصلوا الرحم، واللي ما كيصلش الرحم راه عنده واحد الإثم كبير بزاف. نتمنى يتعاد النظر في حال هذه الامثله هذه ونردوا منها البال، لان حنا محتاجين نتواصلوا بيناتنا، محتاجين. دابا كتلقى مثلا في واحد الدار كتلقى 30 ديال الناس واحد ما كيعرف واحد، كتلقى كيطلع في السانسور ولا هكا واحد ما كيسلم على الاخر، الجوره مشات، صله الرحم مشات، هذه المسائل الاجتماعيه كلها مشات. وحنا المغاربه معروفين برضة الوالدين، معروفين باننا كنكرموا الضيف، معروفين باننا كنزوروا بعضياتنا، كنواسيو بعضياتنا. للاسف هذا الشيء ما بقاش دابا في هاد الوقت هذه. والسلام عليكم ان شاء الله، وعشر مبروك ان شاء الله. السلام عليكم، بارك عواشركم. بسم الله. كاين واحد المثال كيروج على المغاربه كيقولوا بان بعد من دمك لا يطلعك. العائله اللي ما كتنطبقش على هذا المثال هي العائله اللي كتكون مزيانه بعضياتهم، كيطلعوا على بعضياتهم في الاعياد، كيسولوا على بعضياتهم اي حاجه كيحضروا، موت عرس اللي كاين. المهم هذه العائله كتكون ما منطبقاش على هذا المثال، والعائله اللي كتنطبق على هذا المثال هي العائله اللي كتكون عندها ابسط مشكل في العائله وقدر عيط ناسبوا كاع وكيتخاصموا ويوقع شي خير، العائله كامله كتشتت كلها. حنا كنطلبوا الله هاد المثال ما يبقاش نهائيا كاع. شنو رايك في المثل المغربي اللي كيقول بعد من دمك لا يطلق؟ ممكن اعتقد في هذا المثل هذا اصلا ما بالنسبه لنا حنا كمسلمين ما توافقش معنا، وسيرتو حنا دابا قبل على شهر رمضان اللي هو اصلا كيحث على صله الرحم والتواصل. انا اصلا خصك تقرب من دمك اكثر، لانه هو اصلا العائله هي الاهم في الحياه ككل. وكنت نعتقد ان هذا بعد مثلا ما مرفوض بساتا، لان باش يكون هكا نتواصلوا به حنا كمسلمين ما خصوش يكون. واضعف الايمان انك باش تتواصل مع دمك غير على الاقل غير ولو غير بالتليفون، انك تقدر تتواصل به. ونتمنى ان الناس في هذا الشهر الغفران هذه يكثروا من صله الرحم. شكرا. المثل المغربي اللي كيقول بعد من دمك لا يطلق. بالنسبه لي انا هذا المثل، اول حاجه المفهوم ديال الدم انا غادي على حسب ما فهمتها انا غادي نوسع النطاق ديال التعريف ديالها، ما نخليش دمك هو فقط العائله ولكن كذلك الاصدقاء والاقارب والعلاقات ديالنا القريبه لينا. بالنسبه لهذا المثل انا نقدر نقول لك متفق معه وفي نفس الوقت انا ضد، نتفق معه في واحد الجهه وعاوتاني يقدر يكون عندي واحد الاعتراض عليه من جهه اخرى. بالنسبه للجهه اللي انا متفق معها، علاش نقول حنا كلنا العالم قريه صغيره وكلنا خاصنا نستغلوا العلاقات ديالنا والقرابات ديالنا اللي فيه الخير لينا، وكل واحد خصو يقدم المساعده للاخر. بحال المثل الاخر تيقول سبق الخير تلقاه، يعني خاصك دير الخير في الناس اللي بدون مقابل بلا ما تسنى المقابل. دونك خصنا نستغلوا، اذا خصنا هذا علاش انا متفق معاه، نستغلوا العلاقات ديالنا والقرابات ديالنا
باش نقضيو المصالح ديالنا ونسهلوا الامور لبعضياتنا. وفي الجهه الثانيه اللي علاش انا ضده، لان هذه المساله ديال القرابه يمكن يكون عندها واحد الجانب سلبي في العلاقات ديالنا وفي المعاملات ديالنا. لا خدينا مثلا في اطار المهني، لا خدمت انا في واحد مع واحد الانسان قريب ليا، يقدر هذيك العلاقه ديالي وطلبت منه مثلا واحد الخدمه وما قدمهاش بالشكل اللي انا منتظر منه، ما غاديش نقدر نوجه له واحد الملاحظات ولا كاع نقدر نفسخ هذيك العلاقه اللي عندي معاه. علاش؟ لان عندي معاه واحد العلاقه واحد القرابه ولا واحد صداقه، داكور. ولا عاوتاني من جهه اخرى، لا خدينا من الجانب العائلي، وكثيرشي يمكن هذا المثل هذا موضوع على هذه المساله ديال القرابه ديال دمك ناحيه ديال الزواج. انسان مثلا اللي غادي يرتبط بواحد ناخذوا واحد الشابه يرتبط بواحد الشابه من العائله ديالو ولا هذا، ملي يدخلوا في واحد العلاقه يمكن كل واحد فيهم قبل من كل شيء تيبدا يشوف الخلفيه العائليه. يعني حتى نقدر ترتبط مع واحد لا بيرسون ويمكن ما تسلكش هذيك العلاقه ولا ما تولمكش، وتبقى باش تبغي لا بغيتي ترجع للور دائما تكون الخلفيه العائليه اللي تتحكم، ولا تقدر يكون عندها واحد السلبيات. ومثلا في حاله الا ما كانش توافق، الا تفرقوا هذوك الاشخاص راه تيوليو ماشي غير جوج، ما تتكونش غير واحد جوج اللي في خلاف، راه تيوليو واحد جوج عائلات في خلاف. ولهذا لهذا تنقول ان يمكن نتفق معاه بواحد الجهه وما متفقش معاه بواحد الجهه. شكرا، وشكرا لكم على هذا المبادره وعلى الثقه. من بعد ما درنا الجوله في الشارع المغربي، سولنا المواطنين على رايهم في المثل المغربي اللي كيقول بعد من دمك لا يطلعك. لقينا ان الاغلبيه ما كتتفقش مع هذا المثال، كتقول بلي مثال كيفرق بين العائلات وكيحث على التفرقه. يعني الاسلام ديالنا كيحثنا على صله الرحم وعلى التقارب وعلى التلاحم والتماسك والانسانيه فيما بيناتنا. فجلهم كيقولوا بلي مثال يعني في غير المحل ديالو، يعني العكس ديالو خاص يكون التقارب والتلاحم. وفيما يخص بعض الناس قالوا بلي هذا المثل يعني صحيح وما صحيحش، يعني فيما يخص علاقات ديال الزواج او مثلا الشراكه او البيع والشراء، يقول لك الانسان كيولي يخاف يدير يعطي الراي ديالو ولا يعاتب داك الانسان يخسره، يعني كيخسر ديك العلاقه، كتولي داخله في علاقه ديال الدم. وبذلك قالوا ان هذا المثال يعني في المحل ديالو، وفئه كبيره كتقول ان هذا المثال غير صالح البتة، لان الاسلام تاعنا كيحثنا على التقارب والتلاحم فيما بيناتنا والتسامح فيما بيناتنا، وبالخصوص وبالدرجه الاولى الاقارب.